أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. مرحبا بكم مرحبا بكم. شكرا شكرا. إذا مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. علاش هذا الاسم؟ هذا الاسم انا شفت باللي بزاف عن طريق نجاح حصه مع عمو يزيد الاولياء يجيبوا ولادهم يجوا يحضروا معنا يرسلونا وكامل، ولكن شفت باللي كاين تساؤلات هاد الاولياء عندهم تساؤلات باش يربيوا ولادهم باش يواجهوا حالات معينه تصادفهم كل يوم. اذا احنا مع اخصائيين في شتى المجالات نجوا لهنا باش نعطوكم نصائح تفيدكم باش تربيوا ولادكم اللي هم ولادنا وراهم تحت جناحنا. اذا مع بعض رايحين نستقبلوا دركا. اذا اولا الدكتور بوغبرا محمد. تفضل استاذ. تفضل. مرحبا بك استاذ. مرحبا بك. تفضل شرفتنا. دكتور بوغبرا محمد متخصص في طب الاطفال. الاستاذ لابري نور الدين متخصص في علم التربيه. استاذ مرحبا بك. مرحبا بك. شرفتنا. تفضل استاذ. تفضل. ومعنا كذلك الاستاذة المتخصصة في علم النفس تفاحي هنية. تفضلي مدام. مرحبا بك. مرحبا بك مدام. تفضلي. مرحبا بك. ومعنا كذلك في الموضوع تاع اليوم اللي هو موضوع مهم معنا الملازم الاول يوسف مراد من الحماية المدنية. تصفيق عليه. مرحبا بك. شرفتنا. تفضل. في كل حصة نستضيفوا طفل هذا باش انتم يا أطفال تروحوا ديروا الواجبات المدرسية نتاعكم. اليوم معنا ياسين بحري. تفضل ياسين. تعال. واش راك ياسين؟ لاباس وليدي. صافا. بخير الحمد لله. قول لي ياسين، انت كي دير الواجبات المدرسية نتاعك كي تدخل للدار طول باش ديرهم وتدخل الدور وكامل ولا واش دير؟ غير نشرب قهوه نبدل حوايجي نروح نقرا. تروح تقرا. برافو وليدي. برافو. وتفيق عليه. واش نقدروا نقولوا للدراري اللي يشوفوا فينا؟ واش نقولوا لهم؟ لازم يقراوا ولازم ما يخموش في حاجه واحده اخرى غير في القرايه، واذا نجحوا يكملوا قرايتهم يخموا على والديهم. ربي يطول عمرك. اذا احنا وجدنا لك مكتب جميل تروح دير الواجبات تاعك. تفضل ياسين. تفضل. وانتم كذلك يا اطفال اللي راكم تشوفوا فينا روحوا دركا ديروا الواجبات المدرسيه نتاعكم باش عمو يزيد يفرح بكم ووالديكم كذلك يفرحوا بكم باش تكونوا خير خلف لخير سلف. مرحبا بكم. مرحبا بكم. اليوم راح نتناولوا موضوع مهم. هذا الموضوع هذا العائلات والاولياء يتسائلوا عليه دائما، هو موضوع الحمى. الحمى شغل الوالدين لما ولدهم ولا بنتهم تجيه الحمى شغل لا بانيك ما يعرفش واش يدير. يا هل ترى يديروا في لابينوار، يا هل ترى يسقي الطبيب، يسقي الحمايه المدنيه، يا هل ترى يديروا لي غلاسون. دونك كاين بزاف هاد الحوايج هادو. من خلال هاد الحصه ولادنا تحت جناحنا المخصصه للحمى ماذا بينا نعطوا لهاد الاولياء نصائح اللي تفيدهم كما في كل مره نقول لهم ما لازمش تديروا هكذا ديروا هكذا. نصائح بسيطه من طرف اخصائيين. ماذا بيا نبدا بك دكتور بوغبرا. مرحبا بك. مختص في علم الاطفال في طب الاطفال. ماذا بيا تتكلم لنا على الحمى، كيفاش من الجانب العلمي، من جانب واش هي، هل هي حاجه خطيره، اسكو لازم نبانيكي ولازم يكون هلع، لازم نخافوا ما نخافوش، لازم نزربوا ما نزربوش، عندنا الوقت ما عندناش. تفضل استاذ. اولا نعرفوا الحمى. الحمى هي ارتفاع درجه حراره الجسم اكثر من 37.8 درجه مئويه. بالضبط. نقول درجه الجسم. نعم. نقول عن الحمى انها بسيطه عندما تكون بين 37.8 و 38.5 لا فيبريكول. نقول عن الحمى انها مرتفعه عندما تتعدى 38 درجه توصل 39-40. الحمى تنتج عن اختلال في نظام تحكم في حراره الجسم الذي يقع في الدماغ، وهي بخلاف ارتفاع درجه الحراره ليبرتيرمي سي با دو لا فيفر
البيرميسي اونفيرمونتال من طريق البيئة الوسط، ممارسة الرياضة، تعرض لحرارة الشمس، التغطية الكثيفة بالملابس أو بالأغطية، ليست حمى. الحمى هي عبارة عن مواد يفرزها الجسم، يعني باثولوجيك الحمى، باثولوجيك مرض، باثولوجيك حالة مرضية. الحمى الثاني نوعان، حمى حادة أقل من 5 أيام، فيفر إيغو، إيغو فيفر كرونيك بلس دو 21 جو، أكثر من 21 يوم. نتكلم عن الحمى، يعني 21 يوم الطفل عنده الحمى. نعم. واو. أنا ما نديرش روحي في مكان والديه، لأنه شيء صعب 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 صعب. دونك على حسب واش فهمت أنا دركا، لا بروميير ريكومونداسيون، يعني النصيحة الأولى الأولياء هي يكون عنده ترمومتر في الدار. أول نصيحة بعد ازدياد المولود، ترمومتر. لازم ترمومتر في الدار، ويكون ديجيتال، يكون عندك زوج وحد يتكسر ونسي جامي كامل. نعم. والأولياء مليح بالمرات، بالك الأولياء ما يعرفوش يقراوا لا تمبيراتور كامل، مليح أنه يسقسي الحمد لله. الآن الأجهزة اسمها إلكترونية، بالضبط، لا تحتاج إلى ذكاء كبير، يعني سهلة. نعم. سهلة. فقط نشير إلى أنه دارة قياس درجة الحرارة يكون بارفواريكتار، عن طريق تحت الشرج وليس تحت الإبط أو في اللسان أو في الأذن. دكور تكون الحرارة مضبوطة. مليح مليح أنه الأولياء يعرفوا. نعم. وين يأخذوا درجة الحرارة. نعم. مهم جدا. والشيء المهم هو أنه شغل الأولياء لازم يعرفوا تاني باللي الرضيع ولا الطفل ولا الحمى، يعني ما هيش حاجة، ما لازمش واحد يبانيكي بزاف، لأنه الطفل كمان الحمى سي فريكون. نعم. بارابول واحد كبير، هي أكثر دافع للاستشارة الطبية في طب الأطفال الحمى. بدر. ولكن بالمرات الحمى ما تخفي والو مراها، تكون حاجة يعني بانال، ولكن بالمرات تكون يكون مرض بعد شهر ولا حاجة. لهذا احنا دائما نقول الأولياء ما لازمش يتهونوا في هذا الشيء، لازم يروحوا يكونسلتيو. أول ريفلكس أول هو الذهاب إلى الطبيب، الاستشاره. ذهب للطبيب. الطبيب يتمكن. واش نقولوا لهم؟ كيديروا لو ترمومتر، كياخذوا لا تمبيراتور ريكتال. نعم. واش نقولوا لهم؟ دونك لا بانيك تبدا من 38.5 هكذا. نعم. 38.5 تحتاج الى علاج طبي، اقل من 30.5 تحتاج الى علاج فيزيائي، لي مويان فيزيك. داكور. نعم. دونك تحت 38.5 يقدروا. داكور. في غالب الاحيان تكون الحمى اقل من 30.5 حمى فيروسيه، نجدها عند الاطفال اقل من 4 سنوات. داكور. لانهم يطورون مناعتهم الخاصه، يتعرضوا لزانفيكسيون ا ريبيتيسيون، لزانفيكسيون فيرال كي سون بينين. تكون الحمى في هذه الانحاء ممكن تصل الى 38.5 او 39، ولكن عند اعطاء الادويه داكور تعود الى طبيعتها باسرع وقت. والاولياء انظن يعرفوا الادويه تاع. نعم. تاع الحمى، يعرفوا كيتالجين، يعرفوا. نعم. نصيحه فقط. لي نوفا ريكومونداسيون ميتنون، حنا في الجزائر هنا مام لي بروف تاعنا قال لك سي باراسيتامول، هو الماده الاولى والوحيده للعلاج للترموسيمتوماتيك لا فيفر، معناها ماشي العلاج لاصل الحمى، علاج الحمى بذاتها، لان اسبيجيك لاسبيرين ولا لي زاينس مضادات الالتهاب غير ستيرويديه، لي زاينس اشهر ماده نعرفوها يعرفوها جميع الاولياء هي الجيفان، لها اعراض جانبيه كثيره ويجب تجنبها. دونك باراسيتامول، باراسيتامول لي مويان فيزيك، استشاره طبيه. داكو. هذا هي الخطوه الاولى. دونك لي مويان فيزيك واش هما؟ لي مويان فيزيك ايضا هناك بعض الاخطاء. الان دور لا غلاس، لي بوش دو غلاس، الماء يكون باقل درجه حراره بدرجتين عن حراره الطفل. اذا كان الطفل 38 ناخذ ماء 36 درجه. داكو. ناخذ في منديل او سيرفيت نضعه على الجسم، على الراس، على البطن فقط. ماشي لازم يكون مثلج ولا لا، وهذوك اللي يدوا لي بوش دو غلاس وكاع سي با ريكوموندي. سي اريتاتيف. كارثه. سي اريتاتيف. لهم. دكور. سي اريتاتيف. على البشره وعلى دكور. انا واحد من الناس كنت عن بالي باللي ندير بوش دو غلاس ونحطها. نتكلم عن الطفل وليس عن البالغ. لا نهضروا على الطفل. نهضروا على الطفل. البالغ حاجه اخرى. يعني البالغ يعني اكثر من 16 سنه. مثلا ديكا دي زونتورس. لا بيان سور بيان سور. لا نهضروا على الحمى، سادير باش ننزل. نعم. البشره الحساسه للطفل لا تحتمل لا غلاس ولا الماء البارد جدا. داكور. دونك درجتين تحت درجه حراره الطفل كافيه جدا. كافيه نحطها له على الجبين ولا في البطن ولا. نعم هذا هو. داكور. واش نديروا بعد؟ نكلموا الحمايه المدنيه لنوصلوا للسي مراد. سي مراد على بالك الحمى، بالرغم من أن
عبرك الامهات خاصه من بعد يوليو دي سبيسياليست في الحمى، شغل يتعايشوا هذاك الوضع هذاك تاع الحمى، يوليو شغل يعرفوا كاش يديروا. شغل انا كاين اللي حتى البنت تعيط لامها، يما انا وليدي عنده الحمى واش ندير، تعطيها نصيحه وكامل. حنا رانا هنا اليوم باش كيما قال الدكتور ما ديرولوش لا كلاس، ما ديروش مثلا، باش نعطوهم نصائح اللي تفيدهم. دونك اسكو الناس يتصلوا بكم يبانيكيو هكذا كي تكون الحمى، كي تكون واش هما، كيفاش تتقبلوا انتم هذه المكالمات عبر رقم 14 بيوسي اللي دائما تكلموا عليه؟ يعني الاولياء لازم يتصلوا برقم 14 اللي هو رقم الحمايه المدنيه، ولكن كما هضرنا في الفرص اللي فاتوا لازم يعطوكم معلومات دقيقه. ماذا بيا تكلمني على هذا الموضوع هذا؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، باغي نوصل لك امانه برك سي يزيد على كل اسره الحمايه المدنيه، تسلم عليك وتشكرك ربي على الحصه ديال التوجيهيه على كل حال ربي يخليك للعائله تاعنا العائله الجزائريه. بطبيعه الحال احنا نعرفوا هنا في الجزائر يعني حتى الحمى ولا عنده وجع في الضرس يدير 14، احنا الشعب الحمد لله توالفنا وحنا والفناه. مرحبا مرحبا يا طولنا، مرحبا بي، وحنا رانا في الخدمه تاعهم. الحمى احنا كما قلت في الحصه الاولى تاع اولادنا تحت جناحنا، احنا عندنا الاوامر العشر تاعنا تاع الحمايه المدنيه، والامر السابع، الامر السابع يقولنا لا تلعب دور الطبيب، اون جو با لو رول دو ميدسان. الميدسان يعني طبيب. هكذاك دكتور بوغبرايس بخدمه. باش ماك وحنا نعرفوا باللي نعرفوا احنا كاع الشعب تاعنا كاع طبيب وكاع مدرب في الرياضه وكاع يداوي ويداوي كامل هذا، وخاصه الان المجال اللي عندنا الانترنت ولات تعالج للاسف تعالج ولادها بالضبط، ونقول لهم ونوصل لهم الرساله على الانترنت وكذا وكذا مليح نثقف ثقافه مليحه، بصح باش ناخذها بالاعتبار. ماذا بيا انا دوك نتكلم كرجل حمايه مدنيه ونتكلم كاب بالضبط، هكذا لازم يكون عندي طبيب العائله تاعي، لازم طبيب استشيره في كل بالضبط الامور، حتى ولو ما كانش مرض بالضبط، حتى ولو ما كانش الوقايه من العلاج، الوقايه احنا الوقايه بالضبط، احنا رجال الحمايه المدنيه نهتم بالوقايه اكثر شيء. يعني سي مراد نشاطرك الراي في حاجه، انا لاحظت حاجه انه مثلا في الجزائر تعاطي لي زونتيبيوتيك مثلا هكذا برك عشوائي، يعني تصيبوا في الدار عنده شكاره تاع لي زونتيبيوتيك من كامل الانواع ويعرف هذا مليح للدرس هذا مليح للاخر، تصيبوا طبيب مي قادره تكون فاتال، يعني قادر ما تاخذش نوع دواء اللي لائم هذيك الحاله هذيك، قادر يكون فاتال، قادر تفقد ولدك، قادر ماذا بيا تكلمنا على النقطه هذه. يعني احنا الانسان ولا اي شعب يعني من الوطن العزيز هذا كي يتصل برقم 14 يعني الحمايه المدنيه، ما نقدروش ما نلبيولوش يعني الدعوه الرغبه تاعو ولا النداء تاعو. الحمد لله احنا لازم نتوجهوا، احنا نتوجهوا هذا حتى ولو كانت عنده، احنا باش نطلبوا من عنده المعلومات يعني السن تاع الضحيه هذا مهم كما قال الدكتور قبيله، السن تاع الضحيه واش عنده يعني الاعراض هذا درجه الحراره تاعو. يا للاسف على ما نظن بالك بزاف الناس بالك ما يعطيوش اهميه للترمومتر في الدار وكامل الترمومتر. احنا هذا النداء نوجهه للاولياء اللي عنده طفل في الدار، ماشي رضيع بالضروره ولا عنده طفل في الدار، لازمك ترمومتر الكترونيك وكيما نقولوا درجه الحراره تاع الانسان والطفل 37.8، وكل ما فاق 38 تكون اخطر، لا يكون خطير، نعم لازم نخاف بالضبط. وكي يتصل بنا يعني المواطن احنا نلبيو النداء، يعني ما نلبيو النداء تاع المواطن حتى تكون حاجه صغيره، هذا واجب على كل الواجب تاعنا نلبيو، ولكن المواطنين لازم يكونوا ثاني عندهم الحس المدني، ما لازمش سواء الشرطه ولا الحمايه المدنيه ولا ما لازمش نديروا جيهم على حاجه بسيطه لكن هذه كيف نقول احنا كيف نقولها بالعاميه تاعنا الكبده تاعنا ايه بالضبط، الاطفال تاعنا نتقلقوا هكذا، ولهذا الهاتفي احنا عندنا يعني عنده تكوين في هذا الباب، هذا في هذا المجال يفوت له طبيب، ما حبسك عندنا اطباء تاع الحمايه المدنيه يهدأ يقوم بالتهدئه للاب جميل الاولياء مهم، قال ما تخافش كيما هكذا دير له لي كومبريس تياد فوق الجبهه تاعو هكذا. احنا انا هذه تاع كومبريس تياد والله غير انا شخصيا كنت حاسب بلي لازم دير له لا كلاس يعني باش تشوف يعني بالرغم اني درست في الجامعات ودرست ولكن باش تشوف يعني سيدي ريفلكس
اللي مليح انه الانسان يسو دوكيومونت ولا يسقسي من والمنبر هذا، هذا هو الهدف نتاعو. كما قال الطبيب، تفضل طبيب، لازم كل عائله اسره يعني اسره يكون عندها ترمومات. انا نزيد نضيفك حتى الترمومات تاع البان يعني تاع الحوض. بالضبط بالضبط، جميل، لانه مهم جدا. بالضبط، باسكو اذا كانت الطفل عنده درجه حراره يعني 40 درجه ولا، وانت تحطه في الماء 41 ولا 24 درجه ولا 22 درجه، هذا عامل اعراض، هذا عامل بور لي كونفيسيون. بور لي كونفيسيون داكور، سي كوم لوغمونطاسيون رابيد دو تمبيراتور ريسك دو كونفيسيون في لوغمونطاسيون بروسك هذيك. نعم، يعني ارتفاع درجه مرتفعه فجائيا يسبب لي كونفيسيون عند بعض الاطفال المعرضين جينيا قبل ذلك. العكس تماما، هو تخفيض درجه الحراره بسرعه يؤدي الى لي كونفيسيون ايضا. داكور داكور، دونك لازم كما قلنا مقبله درجتين تحت درجة حرارة الطفل. نعم. إذا الطفل عنده 38.5 نحاولوا نديروا 36.5. نعم. يعني ما نبعدوش سينو يا دي ريسك دو كونفولسيون. نعم. في سيارة الإسعاف تاعنا موجودة عندنا لي ترمومات مختصة تاع الحماية المدنية الكترونيك. تربية. يعني ذو جودة يعني بيان سور بريسيز. بريسيز، نقوموا عندنا نوصلوا إلى المكان، نقوموا يعني بخوند يعني لا تمبيراتور تاع لونفو هذاك، ولا شفناها كما قال الطبيب تتراوح بين 38.5 وكذا، نهدنوا للاولياء نقولوا بدي ماش حاجه قرب، ما تنزعش، ما تخافش، غدوه الصباح تقدر، غدوه الصباح يطلع النهار، وتعرضوا على الطبيب تاعو، طبيب العائله يفحصوا ويشوف ماك، لان الحمى واش هي؟ الحمى بذاتها هي مش مرض، يعني الحمى هي حاله، هي حالة. هو عرض. نعم، يعني عرض، هو عرض يعني كما يقولوا التهابات يعني ما في, في, في الجسم. شاطرني القول الطبيب. هو عرض، قالوا نحن نهدنوه. اذا كانت الحراره مرتفعه 39.5 40 درجه، فهنا يعني التحويل مباشره، خاصه عند الرضيع اقل من 3 شهور ونصف عام، اقل من عامين، اقل من عامين. نقوم بتحويله مباشره الى المستشفى، وبوضع يعني في ايادي امنه كالاطباء تاعنا باش يقوموا يعني بالعلاج تاعو. الحمد لله الحمد لله، شيء جميل. ومعنا كذلك طبيب، احنا عندنا طبيب تاع الحمايه المدنيه يتدخل في سياره الاسعاف، يعني اذا صارت مضاعفات يعني كبيره في الطريق، بس في بعض الاحيان تكون مسافه بعيده من المنزل الى المستشفى، يقوم باعطاء حقن، وهو طبيب مختص في الاشياء هذه. طبيب ما يقدرش العون تاع الحمايه، بس لان العون باش الناس تفرق، العون تاع الحمايه المدنيه يقدم اسعافات اوليه فقط، لكن هذا من الطبيب ممكن يقدم ادويه، هو من اختصاص الطبيب. فالطبيب هو طبيب عام على كل حال، مش طبيب خاص بالاطفال، طبيب بالضبط عام. بالضبط، يتدخل، ولكن عنده لي ريفلكس الاولانيين هذوك، يقدم حقن هكذا باش ينزل له الحراره تاعو، ولا باش يمنع له من الكونفيرسيون هذيك، باش مضاعفات كبيره حتى يوصلوا الى المستشفى ويعرفوا. الله يبارك، الله يبارك. استاذه تفاحي، ماذا بينا تعطينا البعد البسيكولوجي، يعني هو البعد البسيكولوجي على خاصه الاولياء. نعم. الاولياء كيفاش لازم يتعاملوا مع هذا الحاله هذه، ماذا بينا، لانهم هم محتاجين الناس تقول لهم باللي، لانه الطبيب بالمره راك مخلوع وتقول عندي حاجه كبيره ولا عندي حاجه صعيبه، ولا من بعد تروح للطبيب تتهدن لما يقول لك لا ما عندك والو كامل، يعني تتهدن. احنا ماذا بينا من خلالك نسيو نتكلموا على نفسيه الاولياء، على الحاله، يعني كيفاش نشوفها من جانب البسيكولوجي. نشكرك استاذ يزيد على هذه الدعوه. نربط مباشره العلاقه مع الاخ اللي قلنا مثلا ماشي على جال الحمى نعيطوا الحمايه المدنيه، هنا يدخل الدور تاعنا احنا. يعني الام لازم تكون تعرف باللي الحمى هو شيء عابر، والحمى كيكون عندها السبب تاعها ما تخافش منها. بالضبط. مثلا دارت الفاكسان لوليدها، ديجا راهي عارفه باللي الفاكسان تاع الاموا باغ اكزومبل ما ديرش الحمى، ولا هي كي تروح تسال الممرضه تقول لها باللي هذا الفاكسان لازم لها نديروا لها لو باراسيتامول، هي ديجا تكون مهيئه نفسها حتى وتجي الحمى تكون محضره نفسها في هذوك ثلاث ساعات الاولى. جميل جميل انك تكلمتي على التلقيح والفاكسان، هو حلقه اخرى على كل حال. هي يعني مي رابط جميل. باغ اكزومبل هنا كيكون المصدر معروف، هنا ما نلقاوش الهلع عند الاولياء. بالضبط. الهلع وين نلقاوه؟ نلقاوه عند الاولياء اللي عندهم الرضيع الاول
لو بريمي باغ اولا هو الطفل الاول اللي ما يعرفوش يتعاملوا حتى معاه. نقدر نذكروا هنايا لو بريمي باغ باغ اكزومبل تجي الحمى في الشهر الاول كما قال الدكتور اكيد عندها اسباب جينيه الى غير ذلك، ولكن من الرغم ذلك لازم تعرف هذه الام يكون عندها المحرار لو ترمومتر يكون عندها لازم. تعرف كيفاش تقيس الدرجه وتعرف كيفاش تتكيف في الوقت الحالي هذاك والاني. باغ اكزومبل تنحي له حوايجو مثلا انا في فصل الشتاء تخليه جوست افيك ان بودي وتاخذ الاجراءات اللازمه ولكن بهدوء. بهدوء ما لازمش تتقلق. وعلاش؟ لان اذا تقلقت الام يتقلق الصغير وخاصه بالضبط. اذا كانت مرضعه سي كونتاجيو يعني راح تعديه بهذاك القلق هذاك سي كونتاجيو تعديه كيما نقولوا حنا سي لو ترانسفير تاع لي زيموسيون المشاعر تاعها تنقلها. احيانا نشوف الامهات مقلقين نلقاو الطفل مقلق هو على تربيه الاطفال دائما نقولها لهم الطفل تفاعل فوالا هنا في هذه الحاله احنا نوصي ان الام لازم تكون صبوره هي باش ولات ام يعني صبرت عليه 9 شهور هو في البطن فوالا لازم تهيئ نفسها الى جميع يعني الام والاب يعني اكيد لا ممكن الاب يكون اكثر هو في هذيك اللحظه يكون اكثر خوف من الام خاطر ما يعرفش واش راح يدير ولكن الام الدور تاعها هنا يكون لازم الاجراءات اللازمه الاسعافات الاوليه ديرها اذا كان لازم طبيبيه شافت الحمى 39 هنا اكيد راح تروح المستشفى حتى لو تتصل بطبيب العائله يقولها باكزومبل ديروا له الاجراءات ومن بعد تقول يا لا ندير المستشفى شغل تخاف تخمم في لا كونفولسيون بالضبط اكيد بالضبط احنا كاع نخمو في لا كونفيسيون احنا واش نقولوا الامهات هادو لازم تكون الام هذه صبوره والطفل هذا لازم تراعي بالعقل وتقدر هذيك الحمى في 6 ساعات الاولى غير نديروا الباراسيتامول تروح وكاين امهات بين قوسين اللي باغ اكزومبل الحمى كاين الحمى اللي تكون لمده يومين مثلا اذا ما داتوش لا استاذ الحمى تروح حتى 21 يوم يعني فوالا احنا نهضروا على الحمى الاولى اللي مثلا تاع 5 ايام واقل فوالا اللي تكون فيغال تقدر تكون يومين يعني استاذ 5 ايام واقل هي اللي حمى حاده وليس نعم. دلوره فيروسيه نعم اه فوالا دونك حمى حاده 5 ايام حمى مزمنه نقول فيبر كرونيك سي بلوس دو 21 جور ولكن هذو الحمى يعني انا نهضر على الطريقه تاع اللي كيفاش تمد الادويه وكيفاش تهيئ نفسها للدواء مثلا الام في الليل على بالها باللي كل 6 سوايع راهي رايحه تمد دواء للطفل هي ما حاش ترقد راح دير البورتابل يسوني لها لازم 5 سوايع تنوض الاجراءات اللازمه لو كارد دو فاكسيناسيون راهو قدامها بالضبط. اذا كانت لازم الحمايه المدنيه لازم بالضبط. تهيئ نفسها الوالدين الوالدين بالضبط شكرا شكرا استاذ عليك يسلمك استاذ لابري بما انك عندك اكثر من 30 سنه في ميدان التربيه ميدان التعليم كذلك هل كيفاش المربيين يتعاملوا مع الحمى تاع الاطفال مثلا في سن التمدرس هل ترى لما الطفل يجيه الحمى يكلموا والديه اسكو يدوه للطبيب اسكو واش هما التعليمات اللي تعطوهم لهاد المربيين هادو باش يتعاملوا مع هاد الحمى نظن باللي انا شخصيا لما كنت صغير نشفى جاتني الحمى مره كنت مريض بليزونجين مره يعني ممكن انك تجيك الحمى لان الحمى هي اول اعراض دونك المعلم اسكو توريو لهم تقولوا لهم لازم يردوا بالهم يشوفوا اسكو الطفل هذا يشوفوا حمر يشوفوا كذا اسكو كاين تعليمات من هذا الباب هذه هي في الحقيقه سي يزيد قضيه الحمى هذه في الوسط المدرسي في المدرسه خاصه في الحضانه والابتدائي لان الطفل في هذا السن هذا يكون اكثر تعرضا للحمى من عندما يكبر شويه بالضبط لا فريكونس تنقص يعني بطبيعه الحال وهنا هذا مشكل في الحقيقه قائم وما راهوش غير في الجزائر وانما في كل مدارس العالم عالمي المشكل وكاين سؤال دائما مطروح يبقى مطروح هو لما الطفل يجيب الحمى من البيت هل يقبل كارثه هل يقبل في المدرسه ام لا يقبل هذا أول أنا نشفى خطره جيت بالحمى قالوا لي تروح للدار ايوه هذا هو بالضبط اذا انت انا معلم او معلمه وجاني طفل صغير هو عنده الحمى من العمل اولا نجم نقول بان الحمى في المدرسه ما راهيش حاجه خطيره جدا اللي تتطلب الهلع مثل ما يحدث في البيت ما لازمش فو با بانيكي ولكن كما تفضل الدكتور الحمى درجات كاين حمى بسيطه تاع 38 ونص هذه
الحمى، ولكن هذه ما تاثرش كثير. يعني الواحد ما لازمش يعطي يبانيكي بزاف، والتلميذ يعني ينجم، ولكن ما لازمش التبسيط كذلك. نعم نعم، ما لازمش نعم واحد يتهاون بطبيعة. انا نتكلم على التلميذ والمدرسه بالضبط، الدروس بالضبط. اذا اذا كانت حمى يعني بسيط، يعني اسكو المربيين عندهم دي ترمومتر باغ اكزومبل؟ نو جوستومون، هذا اللي جاي ليها، هذه جاي ليها، يعني جاي ليها مليحه. هذا تساؤل في محله، تساؤل في محله. قلت اذا حمى صغيره ما تاثرش، والتلميذ ينجم يدخل المدرسه ويدرس. ثم هناك حمى توصل 39 39 وشويه. هنا التلميذ كذلك ما تنجمش، تنجم تكون ما تاثرش كثير، ولكن تاثر على التلميذ هو في حد ذاته، واللي ما يتبعش مليح. بالضبط، طفل عنده 6 سنين ولا 7 سنين وهو بالحمى، والحمى من بعد الاطباء يتكلمون عن يعني واش يحس هذا الطفل. بالضبط بالضبط، يعني هو صغير ولا كبير، عرق، فاتيك كرونيك، تعب، بالك يعرق، بالك اذا ماهوش راح يتبع مليح ويبقى ثما راه في مكانه. يعني هما التعليمات انه لازم يتصلوا بالوالدين ولا لازم يرجع للدار؟ اكزاكتومون، التعليمات لما نكتشف بان التلميذ راه مصاب بالحمى. بالحمى اولا كيفاش نعرف باللي الحمى راه في درجه كذا؟ هذا هو المشكل، لازم نعرف. بالضبط، احنا بكل صراحه انا يعني نقولها بكل صراحه من خلال تجربتنا، على بالي ورانا كلنا جزائريين ونصارحوا بعضنا بعض، واش يديروا؟ يمسلوا راسه مثل ما يديروا العجايز في الدار، راهو عنده الحمى، عجوزه تقول لك طفل عنده الحمى، اي صحيح راهو سخون على العاده، ولكن اي درجه حقيقه ولا غير شويه سي با غراف. هذه ما لازمش تكون من المفروض. اقول علاش نقول لك من المفروض؟ لانه في مدارسنا ما كاش. بالضبط، بالضبط، الا نادرا. مليح مليح، من بالك من هذا المنبر هذا في الحضانه. بالضبط، وفي المدرسه الابتدائيه. بالضبط، لازم يكون المحرار وعدة محارير اذا صح التكوين كذلك، والمعلمه التكوين. نعم، التكوين والمعلمه لما تعرف باللي التلميذ رب الحمى تروح تقيس الحمى وتشوف. ولكن قبل ذلك هذا 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 الطفل هذا جاء بالحمى من البيت، هذا هو المشكل. لازم الاولياء بالضبط اذا شافوا حمى قليله صغيره بالضبط هم يرافقوا الولد نتاعهم الى المدرسه ويتكلموا مع المعلمه او المدير. بالضبط، وقال وليدي بات بشويه حمى، درت له باراسيتامول، جازوا شويه الحل، ولكن الصبيحه هذه لقيته بشويه حمى، ردوا بالكم عليه، باش يكون تحت اعين، تقول تحت جناحي، تحت الجناحين تاعنا. انا حبيت نزيد البلي حتى تحت العينين تاعنا. بالضبط، باش يراقبوه، يكون تحت المراقبه من بعيد، سون بانيكي، ماشي كل خمس دقائق، ولكن اوني راقب. لماذا؟ لانه نخاف من لا كونفونسيون اللي يتكلموا عليها. بالضبط بالضبط، سيادنا الاطباء. بالضبط بالضبط، دونك يكون احنا ما عندناش هذه الثقافه هذه تاع اللي نرافق الطفل ونتصل. وحنا ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله من هذا المنبر عن موضوع علاقة الأولياء بالمدرسة. بالمدرسة كيفاش تكون هذه العلاقة؟ وراح نطرقوا له في حلقات جاية إن شاء الله، راح نطرقوا لهذا الموضوع اللي أنا شفته في دول العالم وشفته في الجزائر وكامل، ماذا بينا العلاقة بالأولياء والمدرسة تكون أكبر. أكبر، بارك الله فيك، تكون أكبر. هذا الشيء مهم، تساعد التلميذ. دكتور كاين، تفضل غير باش هذا كاين في بعض المؤسسات خاصة في الإكمالي والثانوي، كاين ليزانفيرمير، العيادات، عيادات صغيرة. بالضبط بالضبط، هنا وهذه موجودة يعني في بعض المؤسسات التربوية، عيادة فيها أدنى الأدوية، أدنى الأدوية خاصة تاع الجروح هذه وكذا وكذا. بالضبط، وفيها المحرار، وعندنا حنايا الحمد لله اليوم راه كاين مراقبات، مساعدات تربويات، كاين يعني أستاذات، وكاين كذا، يعني ينجموا حتى البنات ينجموا يديروا لهم هذا الحرارة ويتبعوهم وكذا. دونك كاينة في حالة باش نكمل، وين التلميذ لا يقبل في المدرسه، هي من الاحسن لا يقبل على ما من الاحسن اذا كانت وصلت 39. الى عندهم الشك، انا تعرف علاش مع الطفل، تعرف علاش الشك توليرونس زيرو، تعرف علاش يزيد لا يقبل في المدرسه؟ لانه الحمى ممكن يكون مرض معدي. هذا هو بالضبط بالضبط، الحمى هو عرض، يعني بغض النظر على الخطر اللي راهو فيه هو، بارك الله ممكن هذاك المرض هذا الى مرض معدي. بالضبط، وانا اذا خليته وراه قاعد معي يلعب ولا بالضبط قاعد مع الاخرين. بالضبط بالضبط، في هذه الحاله شيء مهم، فلابد من الاتصال بالاولياء، الا اذا كان في حاله خطيره هنا المستشفى ولا، ولكن اذا كان عادي تقريب، ولكن قل الاولياء وليدكم ما يجيش الا بعد ما تجيب لي شهاده طبيه. بالضبط، وين الطبيب يسمح لي الطبيب. الى تشاطروني الراي، انا ماذا بيا من هذا المنبر هذا نوجه نداء للاولياء، الى وليده عنده الحمى مليح ما يروحش المدرسة حتى يعرضوا على الطبيب. هذا من الأحسن، هذا رأيي، هذا من الأحسن، وماذا بيا تشاطروني الرأي. لماذا؟ لأنه ممكن يكون خطر على الأطفال الأخرين وكامل، ممكن المرض يكون معدي ممكن.
دكتور، انا حبيت برك تعطينا توضيح، يعني كيفاش المربيين في المدرسه ولا كيفاش يعرفوا بلي هذا الطفل هذا يعني اعراض الحمى، يعني كيفاش يكون كيفاش نشوفوها؟ الحمى بذاتها تسبب لي كومبليكاسيون، سين دانتوليرونس، عدم تحمل الحمى هو المشكل. هذا يختلف على كيفاش العمر مانيفيست كومون لي كونفيسيون دي كومبليكاسيون دو لا فيفر. مي الطفل راهو برا، راهو في المدرسه، ولا كيفاش نشوفوه يعني يكون حمار يعرق؟ العرق وساعات العكس تكون عنده دي اكستريميتي. الحمى البارده اللي يسموها. نعم البارده، نعم، لان الجسم يجيب على هذه الحمى بالضبط، تسمى بار اون فازو كونستريكسيون. الاوعيه الدمويه نقولوا بالعربيه ما تكونش قطروها يتقلص. كومباني دو دون سيور، يعني نعم لاخراج الحراره. ساعات نجد الاطراف بارده. داكور. ساعات العكس، الراس يكون ساخنا والاطراف بارده. نجد الطفل غير قادر على التركيز في حاله كون سابيل لاستيني، انها لا فاتيغ، العياء، لا يستطيع التركيز مع دروسه. نعم. داكور. كما في البيدياتري في طب الاطفال ثاني عند الرضيع نلاحظ رفض التغذيه، لا ياخذ عم يحبش ياكل. نعم. يرفز لا نوريتور. هذه هي اعراض عدم تحمل الحمى، كما ان الحمى التي تمتد لفتره طويله تعرضه الى خطر الجفاف، لا ديزيراتاسيون. داكور. نحكيو الان على لاونتيز تاع الاباء والامهات اللي ديما يجونا في الاستعجالات يخافوا من الحمى، بالنسبه لهم عرض شديد هو لي كونفيسيون. هناك نوعين، لي كونفيسيون اللي عندهم علاقه بالحمى مباشره، والثاني لي كونفيسيون اللي عندهم علاقه ب الامراض المصاحبه بالحمى، ليزانفيكسيون، ليمينانجيت اون برانسيب، بالضبط، التهاب السحايا. حنا في بعض الاحيان عندما اونيليمين تو لي باثولوجي ليزانفيكسيون، مع ان الطفل تعرض الى نوبه الصرع او لي كونفيسيون، نقول للوالدين سون دي كونفيسيون فيبريل. معناها هادو يعني نوبه الصرع عندهم علاقه مباشره. نعم، الحمى ليس مينانجيت وليس اونسيفاليت او التهاب في الدماغ او التهاب في السحايا، لان الاولياء اوتوماتيكمون يخافوا من الاعاقات، يخافوا من المشاكل الحسيه والبصريه. نقول انه الحمى ممكن تؤدي في بعض الاحيان عند بعض الاطفال الى لي كونفيسيون، ولكن ليس معناها انها خطيره جدا او انها ستؤدي الى اعاقات. ولذلك اول خطوه نعرفوا الحمى تاعنا، نعرفوا الاعراض تاعها، ونفالي شيفري، ونروحوا لعند الطبيب وهو يعطينا تشخيص. في اغلب الاحيان حمى بسيطه، فيفر فيرال بينين، نرجعوه للدار افيك دو باراسيتامول، لي موان فيزيك، لا سيرفيونس دي كومبليكاسيون دي سير انفيكسيون. الحمى اللي كانت تجاوزت 3 ايام بلا ما تنقص نرجعوا للطبيب. تري بيان. تما وين نحكيو على ليزونتيبيوتيك. تري بيان. في طب الاطفال وخاصه الاطفال اقل من 4 سنوات، اغلب الالتهابات سون دي انفيكسيون فيرال، معناها لا حاجه ليزونتيبيوتيك. تري بيان. ليس لها فائده. تربيه. والله حبيت نشاطرك فقط الراي بالنسبه للاطفال أستاذة. بالنسبه للاطفال اللي تكون عندهم حمى، المدام متمدرسين ولا اللي يروحوا لاكريش اللي تكون عندهم حمى بالليل، يعني اشاطرك في الراي انه الطفل هذا ما يروحش للمدرسه او للحضانه. بالضبط. وعلاش؟ لان الطفل هو بحاجه الى رعايه نفسيه. بالضبط. طفل ما رقدش ليل كامل الصباح لازم بغض النظر على العدوى. أكيد. بغض النظر على العدوى. ما نلحقوش العدوى لأنه راهو تحت المراقبة 24 ساعة. بالضبط. الأولى. بالضبط. الطفل يحتاج إلى رعاية نفسية، يحتاج إلى رعاية الأمومة. بالضبط. مع الأم تاعو في المنزل، يحتاج إلى أكل صحي. ومن بعد نشوفوا، لأن الطفل هذاك اللي تبعته الأم تاعو وهو بالحمى المسيد واش معناتها؟ ما لازمش. واش يفهم هو؟ يفهم اللي مات هنات منه. فوالا، احنا ماذا بينا هذاك الطفل يعرف باللي الأم راهي مهتمة به. بالضبط. والوالد أنها خلاتها معاه، وحتى إذا كانت عاملة تقعد معاه ما تروحش للعمل باش تشوف ليفوليسيون تاع لا فيفغ هذيك وين راح تلحق حتى للمساء. تربية. شكرا أستاذة. وحنا نقول تفضل كرجال حماية المدنية للمواطن، للاباء الامهاء، اتصلوا بنا برقم 14 وتصيبونا قدامكم. الله يبارك. اذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا بهذه النصائح هذو. اذا الحمى ماهيش حاجه سهله، ما تهونوش معها، والطبيب هو المرجع تاعكم. اذا يا اولياء، ان شاء الله ربي يوفقكم ويوفقنا باش نربي ولادنا ويكبروا على هذه القيم هذه. وتقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا، لو يظهر اسفل الشاشه، ولا عبر صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. اذا ربي يوفقنا ان شاء الله في تربيه هذا الجيل وهذا النشء ليكون خير خلف لخير سلف. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح، نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم.